بعث الأخ أحمد علي عبد الله صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هذا نصها. سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ببالغ الحزن وعميق الأسى وباسم وكافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام أشاطركم والشعب الكويتي الشقيق أحزانكم في وفاة المغفور له بإذن الله فقيد الكويت والأمة العربية والإسلامية ورجل الحكمة والإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل والبذل في خدمة وطنه الكويت والأمة جمعاء. لقد مثل رحيل الشيخ صباح الأحمد خسارة كبيرة على الكويت والأمة العربية والإسلامية التي فقدت أحد أبنائها الأوفياء المخلصين الذي كرس حياته لخدمة وطنه وأمته والذي اتسم بالاعتدال والحكمة والحرص على السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، حيث استطاع رحمه الله تخليد مواقفه السياسية والاجتماعية والإنسانية في أنصع صفحات التاريخ. سمو الشيخ نواف الأحمد، إننا في الوقت الذي نشاطركم فيه الحزن العميق لرحيل هذا القائد الكريم، فإننا نهنئكم بالثقة الكبيرة وإعلانكم أميرا للكويت خلفا للفقيد الراحل لمواصلة قيادة مسيرة دولة الكويت الشقيقة في هذه المرحلة الدقيقة، ونحن على ثقة كبيرة من أن سموكم أهل لهذه المسؤولية الكبيرة ومواصلة العطاء خدمة لوطنكم الكويت وللوطن العربي والأمة الإسلامية. حفظكم الله وسدد خطاكم على طريق الخير. إن لله وإنا إليه راجعون.